قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذا أهون وأيسر. جاءت آثار عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهناك أقوال في تفسيرها، لكن ارتضى ابن حجر رحمه الله لآثار كثيرة ما فسر به أبي بن كعب، من أن العذاب الذي يكون من فوق هو الرجم أو القذف، وأما الذي تحت الأرجل فهو الخسف. ولا شك أن جعل البأس بين الأمة شديد، لكن أشد منه هذا العذاب.